الراديو 90 90 هواها مصري. في اختراعات احنا محتاجينها في حياتنا اليومية، ولحد دلوقتي التكنولوجي ما وفرتهاش رغم التقدم اللي احنا فيه، زي مثلا جهاز توجهه على ابنك البيبي الصغير ويقول لك هو بيعيط ليه. والله العظيم الجهاز ده ايه دلع الله، يعني كل الاباء والامهات اللي سامعيني. ومش وساعات برضو تبقى مراتك مثلا عارف واخد الوش يعني، او جوزك واخد مش عارف ايه، فما بينطقش. يا حبيبي مالك يا بابا فيك ايه؟ مفيش. تقوم بقى مخليها نايم او مديها قفاه وتقوم مصلطه الجهاز. هو حضرتك هو متضايق عشان اكلك لا يطاق، هو جاب اخره في حياته ومش طايقك.